بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس باستقامة العمود الفقري، العمود على خط الأفق، العالم الأرضي عالم أفقي سالب بهذه الوضعية المتناغمة مع القائم على المستوي. تنشيط القائم بالحقيقة بنا طاقة ترتفع من مستوى السالب لتصبح موجب. نغمض العيون، نرخي الجسم. إرخاء الجسم تعبير عن إسقاط الكتلة السالبة، الكتلة المادية بثقلها على الأرض، والشعور بوعي القائم بالحق فينا، وعي الحقيقة بداخلنا، وعي الروح تجمعنا. هذا النوع من الوعي هو الحالة الموجبة. ننفي الضد من خلال الزفير بإرخاء الجسد. كل الخلايا نعطيها للأرض، نتجذر بالأرض. الأرض هي الضد، هي السالب. بالشهيق نأخذ النور، الأكسجين. أو رمز للوعي، لا العقل الكوني، العقل الكلي. بذرة الوجود الروحية فينا، شكل بيضوي أو كري، دائرة، لا يمين ولا يسار، لا قاعدة ولا سطح، لا يوجد الأربع اتجاهات. بالشهيق نأخذ شحن من هذه الطاقة، طاقة الحياة، من الأكسجين، من الأو، من الموجب. وبالزفير نطرح الجهات الأربعة التي تحدد علينا صنمية وجودنا المادي. شهيق نأخذ نور الرقم 5 الذي هو نفسه شكل الصفر أو الدائرة. بالزفير نطرد وهم الجهات وأعمدة العالم المادي الأربع. بالشهيق نصبح وعيا، ترتفع طاقة الحياة بنا، نحس بأننا بقمة هرم. الهرم له أربع وجوه: رباعي القاعدة. ننظر للأرض من أعلى مع الزفير. نطرد وهم الاتجاه والقيود الأربعة. بالشهيق نأخذ معنى الحياة، نأخذ روحانية الحروف، طاقة الكلمات. عبر الصفر أو العدد 5،
بالزفير نطرد وهم التعداد. شهيق بهدوء نعي الروح فينا، نعي محيط الحياة العظيم، روح أكناء الوجود لماهيات الأشياء. ومع حبس النفس قليلا نفكر كيف أن هذه الطاقة تتغلغل في كل خلية من الخلايا. مع الزفير نأخذ من هذه الخلايا كل الوهم والجذور الحرة السالبة ونطردها في الأرض. مع الشهيق نصبح أثيرا منقى مصفى مع قوة العلم الخامس الخاص. بزفير تراكم دخان الذنوب والكارما بالوعي واللاوعي تعود للأرض التي هي موجودة أصلا لكي تأخذ عنا تجسدات مبرمجة لنا باللاوعي. نتصور نورا يدخل من منتصف الجبهة بين العينين. بالشهيق نصل لمنطقة القلب وسط الصدر. بالزفير كل الضغوط والمشاعر السلبية تخرج من دائرة القلب. شهيق نأخذ نور المستقبل عبر العين الثالثة. زفير نطرد خوف المستقبل. شهيق نأخذ طاقة الرضا والقبول لكل حدث حدث معنا. بالزفير نطرد من القلب الاستياء والحزن. بالشهيق نأخذ طاقة القناعة بتسليم. بالزفير نطرد طاقة القلق والهم. القلب تحرر من التعقيدات الطاقية، من المشاعر السلبية، من الأفكار الهوائية التي ترسبت بشكل مشاعر من هذا المقام. نشعر كيف أن طاقة الحياة بدأت تنضبط، تضخ الوجود الأحدي، تغذي المقامات الخارجية الثلاثة. بنفس الوقت المقامات الداخلية الثلاثة. القلب مثل نواة الذرة. كل شيء
فم يسبح الإله. ففي كل هذا الوجود لا نسمع إلا صدى همس تسابيح النجوم ونون والقلم وما يسطرون واهتزازات ذرات التراب وخلايانا الحية وجزيئات الماء حتى القلب ينبض بنفس الإيقاع بانقباض وانبساط للداخل والخارج، قوة جاذبة للمركز وقوة طاردة نائية عن المركز، كذلك الشموس وتسابيح النجوم. أيضا نشعر الآن بمدى تطابق الكون الأصغر فينا بالكون الأكبر. نشعر بوجود النظام الكوني بقوانينه السبعة في كل موجود، حتى بالجسم الطاقي نرى القلب بمثابة نواة الذرة أو شمس من الشموس. كل شمس تنبض بطاقة جاذبة للمركز بقوى هائلة، وانفجار يحدث بعد ضغط عجيب بقوة هائلة. نفس النبض ينبض القلب وأيضا في كل ذرة. النواة هي القلب، وبداخل النواة مكونات دقيقة من البروتونات والنيترونات. كل بروتون يتكون من تجمع ثلاثة كواركات، وأيضا كل نيترون من ثلاثة كواركات. هذا النظام الثلاثي بتجمع ثلاثيات الوجود كعالم دقيق بداخل نواة الذرة هو نفسه بتطابق عجيب مع الشاكرات الثلاثة العليا، أي الباطنية الداخلية فينا. القلب بمثابة النواة يغذي باطن الذات أو المقامات العليا، شاكرا الحلق والعين الثالثة والتاج، وكذلك في باطن نواة الذرة تسبيحات عجيبة للعوالم الباطنية. من تلكم العوالم يظهر لعالم السطح عالم الإلكترونات بالتفافها من الخارج للداخل أو من اليمين لليسار، وأيضا تلتف من اليسار إلى اليمين. فلا ندري مع الإلكترون من قوة وهميته إمكانية تحديد الاتجاه، ولا حتى لشحنة على مسارات طاقية معينة أو مجالات يعبر عنها
من خلال القلب وما يغذيه لعالمنا الخارجي من شاكرات أو مقامات طاقية ثلاث، وهي الضفيرة الشمسية وشاكرا السرة، الشاكرا المقدسة المرتبطة بالأثير، وشاكرا القاعدة. فكما هو في الأعلى يوجد مثالات وممثولات في كل طبقة من الطبقات، الداخلي ينعكس على الخارجي. إن كان هناك انضباط وانتظام بأقدارنا وأفكارنا ومشاعرنا، وإن استطعنا اختراق نواة الذرة، فإننا سنحصل على طاقة هائلة عجيبة. وبنفس المثل، إذا اخترقنا نواة الروح فينا من عمق مقام القلب، فسنرى عوالم الجمال الداخلية تسبح تسبيحات لا يسمعها إلا من ألقى السمع وهو شهيد. لا يسمعها إلا من نقت نفسه ورقت وارتقت طباعه، فتناغمت مع عالم اللطف في وجود السر فينا، السر الكامن بداخلنا، كما السر موجود بداخل نواة الذرة، أيضا هو في الخلية الحية سر الوجود الأوحد. رغم كل التعدد في الكائن الحي، رغم مليارات الخلايا، فإن السر واحد في كل نواة خلية. هو الروح الواحد في كل تعدد الخلايا بمستوى المادة، هو الشفرة الوراثية الواحدة، أيضا روح واحدة بمحبة لا مشروطة تجمعنا على مائدة الكمال. عندما نعود لداخلنا وندرك من داخلنا واقع هذا الحال، فإن الوهم الخارجي بإلكتروناته السالبة والموجبة واليمينية واليسارية القريبة والبعيدة الضعيفة أو القوية تشكل روابط مختلفة، تلكم الروابط تشكل جزيئا، وتراكم الجزيئات يشكل عنصر لمادة معينة. عناصر الوجود تشكل تلكم المواد التي كل مادة هي عالم بذاته. أيضا نحن برابطنا من خلال طاقة الضفيرة الشمسية نشكل علاقات كوكبية وروابط عائلية، من خلالها تتحشد الحشود ونصبح بصراع البقاء.
إن لم نكن بوعي يربطنا من الداخل، فإن تفاعل المواد مع بعضها سيخلق عالما آخر. وكذلك فإن روابطنا وعلاقاتنا سيشكل تكتلات تتفاعل مع تكتلات أخرى ليتم خلق جديد. هذا الخلق مصدره قوة نشعرها الآن بدائرة القلب. القلب يضخ طاقة الحياة لداخلنا وخارجنا. نأخذ نفسا من جديد، شهيق، نحس بهذه الطاقة مع الشهيق والزفير، نحس بأهمية هذا الشهيق والزفير، كيف أنه يتناغم بنفس الرقصة الكونية بالذرات والخلية والطاقة الحيوية والشمس والكواكب والمجرات وكل الوجود. نشعر الآن معنى وجود الروابط الخارجية وكيف أنها انعكاس عن روابط داخلية. نشعر أن دائرة القلب له عالم مستقل مقسوم لقسمين بنفس الطبقة، قسم سلبي وقسم إيجابي يتفاعلان مع بعضهما. القسم السلبي يأخذ الطاقة ويسحبها لما يناسبه، وكأنه ببرلمان يريد أن يغذي حزبه. وقسم إيجابي أيضا يريد أن يغذي الحزب الإلهي، فالفرق كبير بين تغذية الحزب الإلهي باتجاه موجب الذي فيه المحبة اللامشروطة مع احترام كل الوجود، وبين تغذية الحزب السلبي الذي أطلق عليه شيطاني أو إبليسي، فهو يريد أن يستهلك طاقات الروح العظيم لأجل التمتع في دنيا العالم السطحي، عالم الأنا به زعيم. الروح الواحد في الجميع كمحبة لا مشروطة تتناغم مع الأحد بذاته، أساس كل الوجود. تنفصل في مقام القلب بسبب معتقدات الجهل وتعكس طاقة الحياة لنرى ما نرى من أشباح وأشخاص تمثل فقاعات على سطح الماء، ولكن الفقاعات تتبختر بألوان تنعكس بسبب من ضوء الشمس. لا وجود لها بدون العالم الداخلي، بدون شمس الوجود الواحد، بدون وعي العقل، بدون الروح، ولكن الوهم يجعلها تتباهى وتتفاخر بجمال خارجي وما شابه.
هي برهة وتنفجر بعبثية الوجود إن لم تتصل بأحدانية هذا الوجود. نحن الآن نتصل بهذه الأحدانية القوية الغريبة العجيبة من مركز القلب. بينهما برزخ لا يبغيان. وقد فصل الجمعان. إما الجنة بالمعرفة الداخلية أو النار بالوهم الخارجي. كلما تعمقنا في داخلنا ونفينا الزغل والشوائب والزؤان منا، كلما لامسنا أعتاب الجنان. أما وأن ثقلت بنا الموازين وأصبحنا بمعتقدات التطرف والجهل خارجين من وعي عالم الذات، عقل الوجود الأوحد، الروح العظيم يجمعنا، مائدة الكمال، فإننا نصبح كما نرى معسكرات تتجمع على معتقدات يربطها روابط أفكار وظنون وتخمينات حول الشمس. فكيف لمن يقبع في نفق الظلام وجحور العالم السلبي وكهوفه ومغاوره المظلمة أن يقيم الشمس وعوالمها الداخلية؟ هو يظنه في كهف الظلام. قتل الإنسان ما أكفره، كان ظلوما جهولا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن المبدأ الكوني بعدل الإله بالتخيير، وقد اختارت تلكم النفوس عيش المغاور والكهوف المظلمة والحفر ولم تكتفي. بل أرادت أن تنصب كل ذات وهمية ذاتها بشكل صنمي يلتف حوله عباد الظلام. أما نحن الآن فإننا نجتمع على مائدة الكمال، نأخذ شهيقا من نور الكامل، فنكتمل من الكمال كمالا ونصبح كاملين بمعرفته فينا. فنسمة من نسائم جوده تجعل كل من في الوجود مفتخرا بخلعة الغنى. فالغنى والثراء داخلي بهذا الكنز المعرفي بداخل نواة الروح، عوالم لا نهائية في الصغر، هي أصغر من أصغر شيء، أكبر من أكبر شيء، حيث ننفي الاتجاه والمقارنة،
فلا يبقى الكبير كبيرا ولا الصغير صغيرا، بل يصبح الوجود الأوحد لله. فصلوا لله، تضرعوا له بصلة من داخلكم تقيكم شر عثرات السنين ووهم المعتقدات وتحزبات قبائل بني جهل وروابط عائلات الوهم في عالمنا الخارجي. عندما نتمسك بحبل يقين من داخلنا وبنور واحد يجمعنا، فإن كل العلاقات والتيارات والمعتقدات والأحداث والأشخاص في العالم المظهري سيحترم ويقدر بمقدار، لأننا محترمون من داخلنا بالنور. عندها يتجسد الحب في عالمنا، نأخذ شهيقا نغذي به دائرة الباطن بالحب والسلام، بالزفير نزفر بعد أن تنقينا وتطهرنا بالحب والسلام. يصبح حتى الزفير رسالة سلام لكل العالم المظهري. مع الزفير توقف الآن ترسيب برمجياتنا السلبية، أصبحنا بأنفاس إلهية نشهق الإله ونسفر وعينا بالإله رب السلام، لنغذي حس السلام في كل الوجود. نحن من داخلنا بسلام. وينعكس السلام الداخلي على سلام الوجود الخارجي، فكونوا بسلام، كونوا بسلام، ونحن بهذا السلام نحس بالتدريج بوجودنا المادي. مع الشهيق أيضا نشهق حس السلام، وبواقعنا الخارجي يتجسد أيضا الثراء والحب والسلام. نجسد الروحانية بواقعنا، النور الإلهي يتجسد بواقعنا، نطرد أعداء الوهم بالتدريج وبحب. نستطيع بعد قليل أن نفتح العيون، ولمن يستطيع فليكمل بسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.